قعدنا طبعا اشتغلنا عليه 8 شهور لسنه كتابه، اتعمل منه 8 نسخ جديد عشان نرجع بقى تاني فيلم جديد. وانا كنت معترف مع احمد كده هتكتب حاجه جديده تماما، انسى خالص انا حتى مش فاكر اسم النسخه الاولانيه، مستوحاه من قصه حقيقيه اصلا، يعني انا اعرف الشخصيه الحقيقيه كمان. بجانب ان في الجزء اللي ليه علاقه بالبنت شويه، انا عندي بنت، فدي كانت اكتر مشاعر بحاول اخد فيها قرارات مكان خالد مثلا، واحنا بنكتب هو هيفكر ازاي عمر الشهاوي هنا، طب بنته هتبقى عامل ازاي، انا هقبل ده ولا مش هقبله، الجدليه دي كلها اللي الناس هتحسها فيلم انا عشتها قبله. دي والدتي تعبوا قبل ما يتوفوا، يعني بتبقى لحظات الواحد بيبقى راهن حياته لغايه اما بقى يشوف البني ادم ده ربنا يشفيه، ربنا هيتوفاه، هيحصل ايه، بس انت بتبقى حياتك كلها متوقفه لغايه اما يعني الموقف ده يخلص باي شكل. انا فاكر ابويا دخل المستشفى الحمد لله كويس دلوقتي، فجاه اللي هو زي ما بتحصل لناس كتير اللي هو جات له جلطه ولازم يدخل المستشفى، فانا فاكر ان انا بعد الحمد لله لما لحقناه وراح وخلص وركب الدعامتين وكل حاجه مشيت كويس والدنيا هديت بقى، انا كنت في الوقت ده متماسك جدا، بس انا روحت البيت لقيت نفسي خاسس 7 كيلو. فالحاجات دي بتكسر جدا، يعني لما يبقى حد قريب منك بتتكسري جدا جدا، فربنا ما يعني ما يوري حد حاجه وحشه في حد، يعني يا رب. هو شربات دمه زي السكر وبني ادم لطيف وطبعا موهوب، فلما بتشتغلي مع حد موهوب وشاطر وفاهم شغله كويس قوي بيعليكي وبتستفيدي منه طبعا. انا مشاهدي الاكتر كانت مع استاذ خالد الصاوي، وهو الكواليس كلها لذيذه، لان خالد الصاوي يعني على الحقيقه هو شخص دمه خفيف قوي قوي. يعني انا خالد الصاوي طبعا صديقي من زمان، لان احنا كنا في الجامعه مع بعض، شريف منير بقى لسه كانت اول علاقه بقى نتقابل مع بعض، بس برضو يعني شخص رائع يعني، وكانت الكواليس كلها ضحك وهزار وطبعا مع خالد الصاوي يعني كانت كل كواليسنا مفعمة بالذكريات بتاعت الجامعة والمسرح